النهي والتثريب العظيم الشديد على من نشر أسرار الاستمتاع ممنوع. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد إن من أشر، هكذا بالهمزة هنا يعني شر، إن من أشر الرجال منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله، يعني يكون بينهما ما يكون بين رجله وزوجه، ثم يحدث الناس بما إيه وقع بينهما. هذا من أشر عباد الله يوم القيامة، ممنوع نشر هذه الأشياء. هذه أكثر الأشياء خصوصية تطوى ولا تنشر، لا لقريب ولا لبعيد، انتبهوا، ولا باسم الفتكات ولا المغامرات الفارغة. بعض الناس يتعانى أيضا ضعفا ربما جنسيا، يحب أن يثبت أنه إيه صاحب فتكات ويبدأ ينشر أشياء كاذبة وهمية حتى عن نفسه، لا يجوز. وأنت تفضح نفسك بهذا على فكرة، يفضح نفسه، يشكك الناس في وضعه لو كان يفهم، انتبهوا. أيضا في حديث أسماء بنت يزيد خطيبة النساء رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم، قالت وكأي وكنا جلوسا حوله الرجال والنساء، فقال لعل رجلا أن يحدث الناس بما كان بينه وبين أهله، ولعل امرأة تخبر بما وقع بينها وبين زوجها، هل منكم من يفعل ذلك؟ قالت فأرم القوم، أرم القوم أي سكتوا، لم ينبزوا ببنت شفا. قالت فقمت وقلت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل. فقال فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان وشيطانة، والعياذ بالله، أو كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها على قارعة الطريق والناس ينظرون، في رواية أخرى كمثل حمار والعياذ بالله. فمستحيل، مستحيل أن النبي ينشر أسرار استمتاعه، هنا هو لم يصبه شيء، ومستحيل أن أمهات المؤمنين يفعلن. سيقول لي الخمس المشلوح ومن لف لفه، دعك من هذه الإنشائيات والعموميات، وأنا معه، ائتني بالسند، هل هذا مسند صحيح أو غير مسند؟ غير صحيح. الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب الصائم يبلع الريق. قال ابن الأعرابي في نسخة أبي داود، قال سمعت أبا داود يقول هذا الحديث ليس يصح. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الكلمة، غريب، غير صحيح. ثم إن في إسناده رجلين، إن في إسناده رجلين ضعيفين أيها الإخوة، وسنرى. محمد بن دينار الطاحي البصري وشيخه أوس بن سعد أيها الإخوة، وكلاهما ضعيفان. لذلك قال ابن عدي الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، معروف ابن عدي، قال جملة ويمص لساني لا يقولها إلا محمد بن دينار، وهي من قوله. نعرف نحن هذا الرجل قال، وهذا من تأليفه قال، عائشة لم تقل هذا. ولذلك العلماء، عبد الحق رحمة الله عليه قال هذا الحديث ليس صحيحا، العلة فيه أيها الإخوة هي أبي يحيى مصدع الأعرج المعرقب، أيضا فيه رجل ثالث، لكن أحال عليه عبد الحق، عبد الحق العلة من مصدع، من أبي يحيى مصدع الأعرج أيها الإخوة. وهناك أيضا الحديث إذن لم يخلو من ثلاثة ضعفاء متهمين، الحديث ضعيف، العلماء ضعفوه. ابن القيم رحمة الله عليه في شرحه الممتاز الوجيز المتخير على سنن أبي داود ذكر هذا، وذكر أن الحديث ضعيف. إذن مرة أخرى حسبنا من شر سماعه، الحديث ضعيف عند علمائنا في مصادرنا، لم نضعفه الآن من أجل إيه؟ من أجل سواد عيون القنبص مثلا أيها الإخوة، حتى يهدأ خاطره ربما، الرجل متغير على الأخلاق وعلى القيم، لا، الحديث ضعيف من يومه، في كل مصادرنا ضعيف، حتى لا نطول، في كل مصادرنا ضعيف. إذا انتهى موضوع ويمص لساني، عائشة لم تقل والنبي لم يقل، فعل لم يفعل، حري به أن يفعل، لماذا لا؟ هي أهله وتحل له، لكنها لا تنشر هذا، انتبهوا حتى تفرقوا. لا يأتيني واحد الآن يقول لي لماذا؟ هل هذا حرام؟ لا نتحدث عن هذا، لا نتحدث عن حل الفعل في ذاته، نتحدث عن مشروعية ماذا؟ نشر أسرار الاستمتاع، نشر الخصوصيات الزوجية، هذا لا يحل، وبحمد الله هو لم يصح عن أم المؤمنين. الحديث ضعيف عند العلماء أيها الإخوة.